مرحبا أستاذ أهلا إيمان، وسهلا فيكم متابعينا. سامعيني؟ سامعينك؟ يس أوكي. أهلا وسهلا فيكم متابعينا في قناة تي في، وأهلا فيكم في برنامج جمال الحياة مع ريم. طبعا احنا بنبث على قناه كنار، هي صوت العرب من كندا. برنامجنا دائما كل يوم جمعه، مشان اللي بيحبوا يتابعونا، الساعه 7 مساء ايسترن تايم وتايم ان كندا. بدي احكي لكم عن هذا البرنامج لانه فيرلي نيو، احنا ما لناش زمان على الهواء. احنا برنامج تحفيزي وبتكلم عن السعاده البشريه وكمان افضل الطرق لتنميه الذات للحصول على حياه سعيده وايضا لنتمكن من النجاح. فأهلا وسهلا فيكم، وتنسوش تعملوا شير للحلقة حتى تنتشر ويعم الفائدة على الجميع. فاليوم موضوع حلقتنا كتير شيق، ومش ما بنقدر نحكي لا في تنمية ولا في تطوير ذات ولا بنقدر نحكي بسعادة بدون ما نعدي على موضوع كورونا أو كوفيد-19. حقيقة في حياتنا قاعد بنتشر بطريقة الخاصة، مش رادد على حدا، وإله تأثير على حياتنا سواء شئنا أو أبينا، وهذا هو الموضوع اللي بدنا نحكي فيه. طبعاً الدكتور جمال معي، وهو يعني ممتاز جداً إنه معانا دكتور، لأنه في شق طبي لازم نحكي فيه، اللي هو اللي ما بنقدر نحكي على كوفيد-19 بدون ما نحكي على الوقاية. وعشان نحكي على الوقاية ويبقى كل إنسان بيحكي في اختصاصه، معانا الدكتور جمال، هو دائماً معانا بس اليوم كضيف يتكلم عن أفضل أساليب الوقاية، عشان بعدين ندخل في موضوع السعادة وكيف ممكن نكون سعداء أو نستفيد من هاي المرحلة الصعبة اللي الجميع بمر فيها. تفضل دكتور. طبعاً أنا أول شيء بشكرك على البرنامج اللي بتقدميه، البرنامج رائع جداً. فعلاً إحنا في أوقات بنكون داون. سمعاني كويس؟ أنا مش سامعتك جمال. أنا سامع حالي حتى من هذا. لو بتقدر تطلع وترجع تدخلي معلش. احنا في اوقات بنكون تقدري تطلعي وترجعي تدخلي. احنا في اوقات فعلا بنجد فيها صعوبات في الحياة، ولكن برامج زي برنامج الأستاذ ريم بعطينا دفعة معنوية ودفعة نفسية الى الامام. دائما بنحتاج إلها. الحالة النفسية إحنا للأسف كتير ناس بيستقلوا فيها أو بيشعروا إنه يعني إشي طبيعي، أوكي يعني عندي شوية ضغوط نفسية عادي إشي طبيعي. لا، لازم زي ما بصير عندنا مشاكل جسدية لازم ننتبه لها ونروح نعالجها ونشوف أسبابها إذا احتاجنا نروح للدكتور. نفس الشيء بالنسبة للأمور النفسية، لازم نكون دائماً منتبهين إلها ونقدر نوصل مع شخص متخصص ممكن يساعدنا بحل هذه المشاكل. زي ما حكينا، المشاكل الجسدية لا تقل قيمة ولا تأثيراً علينا عن المشاكل النفسية، ويمكن حتى المشاكل النفسية تكون أصعب. الاسترس بسبب مشاكل جسدية كثيرة، فوجود أخصائي، شخص نتكلم معه، شخص نفهم منه زي الأستاذ ريم، أتوقع أنه أسد. وهذا البرنامج أنا بشكرها كثير عليه، لأنه أكيد أكيد راح يفيد ناس، وراح ناس يدعو لك من خير إن شاء الله. تسلم، الله يخليك، شكرا كثير لك. فشو هي أهم التغييرات اللي طرأت على حياتنا وكيفنا نتعامل معها؟ طبعا باختصاصي أنا قاعدة بحكي أكيد في أمور تانية. شوفوا، تغير نمط حياتنا، تغيرت ساعات العمل، تغيرت الساعة إذا إحنا بنشتغل أساسا أو لا، تغير الوضع النفسي، صحتنا النفسية، الوضع المادي للأسر تغير، يعني تغيرات ما حدا كان متخيلها حتى إنه تصير تحصل علينا. وأهم عامل اللي إحنا بدنا نحكي فيه اليوم هو التأثير النفسي على الأشخاص والأسر، خاصة إنه الإحصائيات بتشير إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات العنف الأسري. أوكي، إذن ليش عم بصير معنا هيك وشو لازم نعمل مشان نتعامل مع هذا الوضع الحاصل؟ أول شغلة بحب أقولكم، أكثر إشي سيطر على الناس في هاي المرحلة هو الخوف والقلق، خايفين، ميتين، مرعوبين من الخوف من إنه نصاب بالمرض، وهي حالات متفاوتة. يعني في واحد خايف وعامل وقاية زي ما الدكتور حكالنا، في واحد خايف مش قابل يطلع من البيت. فإذا شو بدنا نعمل؟ شوفوا،
كوفيد أمر واقع منتشر في كل العالم، الفيروس معروف عنه، تدخلوش في الخرافات نهائياً أو في القصص وفي الفيديوهات اللي قاعدة تتوزع. الدكتور جمال أكثر من مرة طلع وحكى، وأنا كتير بعجبني الأسلوب اللي بيحكي فيه، يا إما مصدر علمي بيعطينا المعلومات، يا إما ما تدخلوا لأنه نفسيتكم راح تخرم. أولها أنا بدخل بدي أسمع أخبار، ولكن في النهاية نفسيتي راح تتأثر جداً بالأخبار اللي بسمعها. فما تتناقلوا فيديوهات مش معروف أصلها مين العلماء أو دراسة في محل معين صارت، ما رح تنفعكم، رح تأثر على نفسيتكم جدا جدا. فإذا ابتعدوا عن هاي الأشياء عشان ما تأثر عليكم قصة الخوف. برضو أنا بالنسبة إلي دائما بحكي من طاقة الإنسان وطريقة تفكيره، أني أنا بقدر أجذب إلي أشياء، أنا مؤمنة جدا بهالنظرية. خلينا أقولكم قصة أحد الأصدقاء، عنده شركة، هاي الشركة فيها أكثر 150 عامل، كلياتهم بقوا يجوا على الشغل، ناس عطلت بس في واحد مات رعبة، يعني باقي كل يوم عامل لهم صداع بيشتغل بالأوفيس. فهم قالوا له اشتغل من البيت بعد أول أسبوعين، لأنه الشركة كان لابد إنها تظل بتشتغل. قعد في البيت لمدة شهرين، الوحيد من كل 150 انصابوا هو الوحيد، وهو في بيته طبعا، هو ما بيجي على الشركة. هو أول إشي عمل لهم قلق وتلفونات، وأنا شو بدي أعمل، وكل يوم على الهيومن ريسورسز أسألهم شو بدي أعمل، عمل قلق في الشركة كلياتها، وقعد في البيت اشتغل ومع ذلك أصيب. إذا أنا بدي أقلق وبدي أخاف، أنا بتهيأ لي بضعف جهاز المناعة تبعي، وكأني بدعو هذا المرض لأنه جسمي يضعف وأنه يمسك في الحقيقة. وبالفعل أنا من يوم ما سمعت هاي القصة كتير عجبتني، لأنها تتوافق مع كل الأفكار اللي أنا بدرسها وبعلمها وبحاول أنشرها للناس. أي إشي بنخاف منه إحنا كأنه بنجذبه، كأنه منضعف جسمنا، والخوف والقلق ما بيعمل لنا شيء، يعني ما رح لا إنه يبعد المرض عنا ولا إشي. الوقاية كويسة، الخوف والقلق ما بيعملوا إشي. وهم اللي عم بيزيدوا قصص اللي في البيت، إنه الناس يعني دخلوا في حالة عنف أسري، وهذا هو سبب إنه هم on the edge بسموه، إنه واقفين وصراع داخلي وخايفين وكذا. فأنا بقولكم الخوف والقلق إلى حد معين وبعدين لازم نوقفه. إذا شفت عندك قلق مرضي، خوف مرضي، مباشرة اطلب مساعدة، اطلب مساعدة من طبيب نفسي، اطلب مساعدة من طبيب العائلة، خليه يقول لك ايش تعمل. احيط نفسك في ناس انه ما يضلوش 24 ساعة بس بيحكوا على كوفيد ومين مات والاعداد الاحصائيات، it's not gonna help، يعني مش راح تساعدك نهائيا. برضو بالنسبة للصحة النفسية دكتور، ممكن تحكي لنا انه هل انه بتنصح انه يبداوا بادويه مباشره، ولا ممكن يشوفوا طرق ثانيه يساعدوا حالهم فيها؟ شو رايك؟ لا هو شوفي، يعني دايركت تروحي خاصه بالصحه النفسيه على الادويه، الادويه تبعت الصحه النفسيه شويه بتكون بدها متابعه وبدها بريسكريبشن خاص، ويعني لازم يكون طبيب مقدمها، فلازم يكونوا حريصين. الان ان شاء الله ما يوصلوا لهي المرحله انهم يحتاجوا الى ادويه، إن شاء الله تكون المراحل الطبيعية اللي هي خوف الطبيعي. لا يوجد أكيد أنه موضوع الخوف إشي طبيعي زي ما حكيتي، لكن مش لازم هو اللي يسيطر علينا، لأنه الخوف مشكلته في الفيروس هذا بالذات بنزل جهاز المناعة، وهذا الفيروس خط الدفاع الأول تبعه جهاز المناعة. فإذا نزل جهاز المناعة إحنا زي أكنه أعطينا للفيروس باب وقلنا له تفضل أدخل، أهلا وسهلا فيه اللي أنت كنت تحكي فيه، إنه فعلا بيجيب لك. لكن برضو لازم ما يكون عندنا اللي هو عدم اللامبالاة زي ما بيسووها. اللامبالاة هذه مشكلة كبيرة عم بتصير وعم بيشوفها الآن في بعض الدول، وبعض القوانين الآن صارت صارمة فيها. فلازم نكون واقعيين، لازم نسمع من وزارات الصحة، من يعني المؤلفين وتبعون الإشاعات كتار، يعني بطلعوا لك إشاعات ما بعرف شو الهدف منها، بس اللي بشوفه أنا الناس صارت عندها لا مبالاة، بدي أموت اللي بده يموت يموت واللي بده يعيش يعيش. فللأسف يعني أنا أتوقع بروباغاندا هاي لازم تكون، هلا ناس بقول لك الإعلام، ناس يعني سهل تتهم أي حدا، إيش يقول لك مؤامرة سهل. ما أقول لك، لنفرض إحنا كناس عاديين، إذا مؤامرة ولا فيروس في مصنع في مختبر ولا وين مكان، في فيروس أمر واقع بيتعامل معه، صحيح
يعني فاحنا زي ما تقولي بنترك الموضوع المهم وراضين ورا المصدر. طب انا شو بستفيد اذا عرفت، انا كريم مثلا شو بستفيد اذا عرفت المصدر وهو لحد هلا ما فيش إشي مضمون يعني. نعم، يعني انا يعني هذا هو مجال علمي، مجال بحثي بحت، وزي ما حكيتي انه انا والله اكتشفت انه فلان هو ورا الفيروس هذا، اوكي انا يعني بدي اروح ادور على فلان وامسكه اقول له اعترف، مش حسوي يعني. ف والمتهمين كثار كمان. هي الحقيقه بنشتغل حالنا وبنتعب حالنا فكريا، واحنا كانه بنشتري وجع الراس، ما بن يعني هاي الامور ما بتنفعنا. وقايه، وانتبهوا حالكم شو بتعملوا في البيت، لانه كمان اذا بدي اخاف واشرب الخوف لاولادي ممكن انت بعد فتره تطلع من هاي المرحله النفسيه، بس اولادك ما يقدروا. صحيح، اكيد اكيد، هي المشكله كمان تاثير على الاطفال. يس 100%. هلا طيب، معناته زي الحلقه الماضيه بقينا نحكي على السعاده، وناس قالوا لنا كيف بدنا نكون سعداء واحنا في الغربه، وانا كل يوم بحكوا لي اي كيف بدنا نكون سعداء واحنا محشورين في البيوت وكوفيد 19، وبتحكي لنا عن السعاده. ما ازال بحكي لكم عن السعاده، لانه السعاده قرار، والامر في كثير امور واقعه يعني بتشتغل معنا. يعني انا اذا بدي اقول لك الاسبوع الماضي كم امر واقع اجى على برنامجي وخربط لي الدنيا، ما بقدر اقول لك. فهي الامور الامر الواقع بدنا نتقبله، لانه بتقدرش ترفض شيء صار وخلص. فكوفيد 19 صار وخلص، ما رح نقدر نرفضه. إذا شو بدنا نعمل وكيف بدي أكون إيجابي في هذا الظرف؟ أنا بقول لك كيف بدك تكون إيجابي. الأمر الواقع حصل وعملت الوقاية ورديت على الدكاترة، هلأ كيف بدك تحض، إذا بدكم تنشغلوا عن جد، إذا بدكم تبطلوا تعساء، إذا بدنا نبطل خايفين، شو بدنا نعمل بعد كوفيد 19؟ أنتم ملاحظين كم مشروع طلع في هاي الفترة على فكرة؟ مشاريع خلاقة، لأنه الناس قدرت تقعد في البيوت وتفكر. كنار تي في انطلق خلال هاي الفترة، صح دكتور؟ صحيح، مزبوط بتحكي. طيب هاي من أجمل الأفكار الموجودة. أنا بالنسبة لي بعرفش، عندي حب شديد لهالبرنامج. أقول لك ليش؟ لأنه ما فيش عندنا سياسات كثيرة زي تقول ماسكة، وفيش تضييع للوقت، كل موضوع أحلى من الثاني. يعني قديش أنا مشغولة، قديش مرات لو 5 دقايق بفوت أسمع هذا الكاتب شو حكى، بشوف الست نادية اليوم شو بدها تطبخ، كله أشياء جميلة وحلوة. فأنا بقولكم في أشياء جميلة حصلت خلال هاي الفترة اللي هي الناس قعدت فيها. ناس اشتغلت علاقاتها الزوجية، ناس اشتغلت علاقاتها مع أبنائها، ناس يمكن أنا بقولكم يمكن الدكتور جمال ومحمد لو كانوا مشغولين، الأستاذ محمد لو كانوا مشغولين يمكن ما طلعوا لنا هالفكرة الخلاقة هاي. فإت أن آيديا، فكروا فيها، فكروا فيما بعد. إذا أنتوا قاعدين بالبيت لا قدر الله وخسرتوا شغلكم، شو بدكم تعملوا بعدها؟ هل عم تعملوا دورات تدريبية بتحضروا حالكم لما بعد كوفيد؟ للعلم الحكومات كلها بتطالب الجميع يرجعوا لأشغالهم. عم تاخد دورات، عم ترجع تعمل الرزمي تبعتك، عم تقدر تحضر حالك. أنا عارفة إنه في خوف وفي هذا الوضع مش رح يستمر للأبد، أساساً الكل قرر إنه بدي يفتح وذين جينا جو باك. إذا بتقدر تكون سعيد، أنا برأيي الإنسان بيكون سعيد طول هو مشغول. أوكي، أنا بقول فائض شغل أحسن من اللا شغل. فمشان هيك انشغلوا، مشان وتحسوا حالكم أنتم تتقدموا. الإنسان بحبش يحس حاله جامد في محل واحد. فبدي أسأل الدكتور جمال، هل حسيت أنه فعلاً هاي الفترة عملت تأثير في حياتك إيجابي، أنك من ناحية أنه صار معك وقت to do stuff أنت يمكن ما كان معك وقت فيها مشانها؟ يس، أنا بس حابب أعقب. يس، لا basically يس، أنا أخذت عدة دورات بمنصات عالمية كانت ذات مبالغ كبيرة بدها، وعرضت خلال فترة الكوفيد مجانا، وقررت اني اخذها واي نوت. وعدة دورات حتى اللي مش هستفيد منها ما دامها مجانية، واي نوت، بدل ما اضيع وقتي على اي شيء غير مفيد. قرأت ابحاث علمية صراحة يمكن عن فترة 10 سنوات سابقة خلال الفترة هاي، هذا فادني كتير. وطلعنا زي ما حكيتي في قصة كنار أو حلقات كنار، في البداية كانت بداية بسيطة، والحمد لله الآن تطورت وصار عندنا فكرة تلفزيون فعلا عربي للناس في المهجر.
فلم نضيع وقت يعني، حتى انا لو بدي كمان 24 ساعه زياده بقول يا واي نوت. I know. تضييع الوقت، الوقت اليوم اللي بروح من عمرك ما برجع يعني، الوقت اللي بروح هذا يا اما بتستغله في بناء اكسبيرينس وبناء شيء ايجابي وبناء شيء للمستقبل، او انت بتخسره، لانه المستقبل يبدا من البارحه مش من اليوم، من البارحه اللي خططته البارحه هو مستقبلك. المشكله في موضوع الكوفيد 19 زي ما حكيتي انت، الخوف اللي قتل الناس، الخوف ايجابي عندما يكون الخوف مبني على علم ومعرفه، بما معناه انت عارفه انه هذا الحيوان الاسد ممكن يفترسني، فالخوف منه ايجابي لانه انا عارف انه قربي منه راح يفترسني، من النار نفس الشيء، لكن الخوف بجهل هذه مشكله كبيره، لانك انت بتصير تخاف تسوي اي شيء، يعني انت الخشبه انت مش عارف، انت ما عارف، جهل فيها انه هي حتاثر علي ولا لا، بتخاف تمسكها تفكرها شيء ثاني بالضبط. فالخوف من بجهل هنا المشكله، هي اللي بتاثر كثيرا علينا. زي ما حكيت الاطفال للاسف مع توقف التعليم المباشر تاثروا كثير يعني، حال النفسيه برضو الاهالي جالسين 24 ساعه قدام التلفزيون، اخبار كوفيد، ماتوا 1000 مليون مش عارف ايش من هون، الاطفال بسمعوا، واحنا ما بنعرف انه هدول عم بيبنوا كتل من المشاكل النفسيه داخلهم، فلازم ننتبه على هذه النقاط. اجين النقطه اللي انت حكيتيها استغلال الوقت شيء مهم جدا جدا جدا. صح، لانه اغلبهم هيك بقول لك انا مش قادر لانه راح شغلي، خسرنا شغلنا، مش قادرين ندفع الاجار، ملايين البشر قاعده بتمر في نفس المرحله، حضروا حالكم لما بعد بده يخلص اول عن اخر. يعني انا دائما بذكر الناس في العصور الوسطى لما انتشر الطاعون وقتل نسبه لا باس بها من سكان الكره الارضيه ولكنه انتهى. فموضوع العمل هذا استغلوا. بدي اذكركم كمان في شغله على فكره انا دائما بتذكرها لجاك ويلتش اللي هو السي اي او اوف جنرال الكتريك، هو كان سي اي او هلا لا ل 20 سنه. هذا بقى شوفوا لما احنا عشان نجيب الموضوع في شكل ايجابي خلينا نقول، بقى لما بده يفصل حدا من العمال ما بقى يروح يفصله، بقى يقول تصوري انه كانه بيهني، بيقول له انا بعطيك فرصه تصير نجم في مكان اخر. هذا طريقته كان لما بده أحد من العمال. شو معناته؟ كيف نربطه هذا في وضعنا؟ قد يكون وجودك برا العمل اللي أنت بقيت فيه وبقيت مزربل وبقيت مش حاب الشغل تبعك وبقيت تروح عليه دفش وتتخانق مع كل، قد تكون هاي الفترة نعمل ريست ونشوف إشي بنحبه أكثر. قد لأنه أشوفه إحنا خاصة في أمريكا وكندا إحنا مدعومين من الحكومة، الحقيقة ما بنقدر ننكر هذا الكلام، ولله الحمد المأوى والأكل متوفر. فإذا أنت كنت في عمل ما بقيت تحبه وكان نفسك لو يجي الوقت وأطور حالي هيو أجل الوقت يعني congratulations. فهلأ أنت معاك الوقت تعمل فيه اللي بدك إياه، بتقدر تغير واقعك تماماً. فممكن تعمل شغلة أنت ما عمرك اشتغلتها. أقولكم قد يكون أنا فرصة رمضان وكوفيد هم سبب أني أنا كتير تشجعت أني شفت في وقت فاضي الحقيقة وانضميت لهالباقة الرائعة الحقيقة من أفضل الناس اللي أنا يعني بشكر ربي أني تعرفت عليهم في هاي القناة. أوكي، فقد تكون هاي السبب في اني دخلت مجال جديد بلياته، لاني انا بقيت غاطسه تماما في شغلي وفي الشركه اللي انا عاملتها. فانا بدعوكم انتم كمان نفس الشيء، تضلوش تطلعوا على الباب اللي اغلق قدامكم. ممكن بقى عندك عمل وسكر، ممكن بقى عندك شركه لا قدر الله سكرت وشغلها خف، ناو وات؟ شوفوا شو بدكم تعملوا خطوه، شو بدكم تعوضوا اللي راح على الشيء الجاي، وتحطوا لحالكم خطط بديله، يا اما زي ما قلنا تنموا مهاره، تاخذوا شهاده جديده، اي شيء اعملوا عشان تستغلوها. كيف بتاثر على سعادتكم؟ انا بقول لكم الانسان المشغول هو انسان دائما اكثر سعاده من الانسان اللي عنده وقت فراغ، وقت الفراغ بيقتلنا قتل ما بيخلينا عايشين. هلا الشيء الثاني دكتور اللي بدنا نحكي فيه اليوم هو الاسر، زي ما تفضلت
من أطفال من إمهات من هذا، حشرنا حالنا في البيوت وقلنا بدناش نطلع. بس هلأ الصيف برأيك شو ممكن نعمل أشياء وإحنا ما نختلط في الناس، نظل محافظين على الوقاية بس نقدر نعملها بشكل صحي سليم؟ يعني التوصيات الحكومية واضحة في الموضوع، as far انك انت بينك وبين الشخص الثاني distance 6 feet او مترين تقريبا، فانت اوكي. فممكن احنا نروح على الحديقة نجلس بحيث انه نبتعد عن الناس اللي جنبنا بمقدار مترين. يعني انا اذا بدي اجلس في الحديقة مش معقول اجلس لاصق في واحد ثاني، يعني هذا مش الطبيعي، لانه بالضبط. بدي شوية برايفسي. اذا بدي اعمل مثلا مشاوي بدي شوية الريحة ما تطلع عند الناس، فأكيد راح أكون في مسافة، هذا شيء طبيعي. إذا اطلعوا شموا الهواء، صح؟ يا 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 حتى لو عملت تور بالسيارة أنت الأولاد، نزلتوا جنب المية، قعدتوا شوية، قعدت في الحديقة شوية. أجين بدك تنتبه للريجوليشن تبعت الوزارة، الوزارات أو المقاطعة أو المحلية المدينة طبعا. أو مثلا احنا قبل فتره كان ممنوع نستخدم البنشز، الكراسي اللي موجوده في الحدائق. الى الان ممنوع استخدام العاب الاطفال اللي هو البلاي ستراكشرز للحفاظ على انه ما يصير كنت، لانه العاب الاطفال الاولاد راح يكونوا جنب بعض، فاتوقع هذا هو السبب. فلازم ننتبه على هذه القوانين ونحترمها، وتاكدوا انه هاي القوانين وضعت لخدمتنا ولصحتنا. يعني الحكومة بدهاش ناس يصير عندها كوفيد مور، فأكيد الموضوع يعني عم بحاولوا انهم، يعني هذه أعباء مادية كبيرة جدا لو نظرنا إليها بس مادية من نظرة الحكومة. المرضى هدول عبء مادي، فأكيد يعني الحكومة هدفها الأول والأخير انها تقضي على هذا الفيروس وتقضي على هذه، يعني رئيسة وزراء يعني مش بحدوش قاعدين في تحركاتنا، هم قاعدين بيحاولوا يفيدونا. رئيسة وزراء نيوزيلندا لما سألوها شو كان شعورك لما، قالت لهم رقصت رقصت. يعني هي انت يعني رئيسة الوزراء بتجاوب بهيك، يعني فعلا راح يكون فرحة لأي سياسي أو أي طبيب أو أي، يعني كل بده يرجع، الكل بده يرجع للنورم، وإن شاء الله يكون في كلياتنا نورم. صح. لكن أجين لازم نلتزم بنحكي لنا من وزارات الصحة. وأجين في شغلة مهمة أستاذ ريم بدي أحكيها، يمكن تعطيني تفضل. دقيقة، إنه ما نتطلع على ما تقوم به دولة ثانية ونقول أوه هم سووا أحسن وإحنا سوينا أسوأ. ايوه كل يوم هذا. هذا يعني خاصة السويد أخذت كمثال وضرب فيه المثل، وللأسف يعني التجربة السويدية لم تثبت إلى الآن، لم تثبت فعاليتها بشكل عام، حتى إنه في تراجع الآن في الموضوع. إنه ما بنلوم إحنا الحكومة السويدية أو بنلوم أي دولة، طرق التعامل مع الجوائح بشكل عام في الطب عدة طرق، يعني ممكن تختار عدة طرق. أنا كتبت فيها مقالة كاملة في 7 طرق بالتفصيل، كل دولة بتختار طريقة، بس أنا كمواطن لازم أتبع الطريقة اللي اختارتها الدولة، ما أروح أتبع عشان مزاجي عجبني الطريقة اللي في الدولة الثانية أروح عليها، بس صح لازم مضبوط أتبع 100%. لأنه الريزلتس راح تنبنى على هذا الشيء. فإذا بالنسبة لكم ولعائلاتكم التباعد هذا موجود بالمحافظة على النظافة والوقاية، بس هذا مش معناته إنه بدي أقعد في البيت الأم والأب والأولاد في وجه بعض وما نطلع بالمرة، لأنه هاي هون بتوصل مشكلة النفسية، المشكلة النفسية ومشكلة العنف الأسري، وهي الأشياء هاي اللي بدنا نبعد عنها ونضل شوية إيجابيين. كيف نضل إيجابيين؟ السمر دخل، الصيف دخل علينا الحمد لله، الأجواء صارت جيدة وممتازة. وشو ممكن تعملوا حتى تغيروا من نفسية العائلة؟ بعرفش أنا، أي حدا عنده حديقة برا البيت it's time for gardening. بعرفش أنا مين بيعمل gardening، بس أنا I am a master gardener. ازرع ازرع بالنسبة ل اه يا فانا الصيف الماضي جربت الزراعه هذا البيت لانه جديد تقريبا، الارض طلعت خصبه جدا، فانا مش عارفه بايش بدي ايش ازرع. لو حديقه صغيره حطيت الكوسه والباذنجان والنعنع والفاصوليا، ما خليت ولا شيء. كميه السعاده اللي بتدخل على حياتكم. امبارح وانا بشتغل برا ذكرت حالي انه لابد انه الفلاح قد ايه بيبقى سعيد
سعادة غير طبيعية هذا الجاردنينج. إذا ما بتحبوا تعملوا فيجيتابلز حطوا فلاورز، برضو عندنا إحنا كمية ورد وشجر منيحة. اطلعوا برا البيت اعملوا أي شيء. أقول لكم حتى أنا بعرف في كنائس وفي أماكن عبادة بيبقى عندهم جاردن وبيعطوك إياها تعمل اللي بدك إياه، عندنا هون كتير منتشرة. بتقدر تعمل حوض صغير جوا البيت، اعملوا زراعة منزلية واعملوا فيها. في إشي سحري في إنك تحط بذرة في الأرض وتشوفها قاعدة بتطلع نبت. بالنسبة إلي أنا يعني قمة السعادة. والسنة الماضية الشركة كلها اللي بيشتغل فيها جوزي أكلوا من عندنا كوسة وخيار تقريبا. يا عيني. فهذا إشي بيحط عن جد يا فهذا إشي بيخليكم تكونوا سعداء. يعني تشوفوا الأولاد، أنا عندي ما بحب يشتغلوا بإيدها، بس مثلا تشوفوا قديش بيغير جو البيت. واحد حاب أحط له مثلا شتلة شمام، الله أعلم إمتى بدها تطلع، غير جو البيت، صاروا يطلعوا يشوفوا ايش عاملين برا، شو زارعين، شو بدنا نعمل. الانسان اللي بيشتغل في ايده هو نفسه بيزرع، هذا انسان سعادته ما لا توصف. اذا العنف الاسري والحاله النفسيه اللي في البيت اكسروها باشياء مش رح تكلفك شيء، بالعكس رح تعود عليك بالفائده. ادخلوا اشياء جميله في حياتكم. دكتور انت بتزرع شيء ولا لا؟ انا زرعت، يس بزرع. انا عندي كم شجره هيك بعتني فيهم، وزرعت شويه حلو. شتلات، ما بنحاول We'll قاعدين see. ولسي ان شاء الله لسه النتائج. بس حابب احكي عن شغلتين مهمات في موضوع الخروج تفضل. خارج المنزل وبسببه سعاده فعلا. في تو اليمنتس مهمين جدا في موضوع السعاده. الاليمنت الاول اللي هو الشمس، الطاقة الشمسية اللي بتعطيك إياها وإنت قاعد برا، بغض النظر عن الفيتامين دي والإميون سيستم وبقوي جهاز من الطاقة الشمسية، لما بتاخد إنت مصدر شمسي تعطيك قدرة إنك تكون سعيد. يعني إنت لاحظ حالك بتشعر إنك زي أكنك خلصت اليوم بنص ساعة إنت مسويها، فهاي السعادة بوجودك تحت الشمس مهمة جداً. والشيء الثاني، الحمد لله رب العالمين، الكوفيد 19 هذا خلانا نقدر نستنشق هواء نقي. الهواء النقي اللي كنا نتمنى نستنشقه في المدن، الهواء النقي مهم جدا نعمل ريفرش لجسمنا سواء نفسيا او جسديا، لانك بتاخذ بيور اكسجين، ما بتاخذ المخلفات اللي موجوده بالهواء. فهذا الموضوع مهم جدا، يعني وجود خارج المنزل اتوقع انه بالضبط. يا اما يعني تو جاردن او تدو اي شيء، بدك تمشي، بدك تسكل، بدك تعمل اي شيء، جيت اوت. يس تنحبسوش في البيت، هذا سبب العنف الاسري. وهذا حتى اللي ماسك حاله يعني بدوش يصرخ على اولاده او يتقاتل مع زوجه زوجته او الزوج، مش سعيد. اطلعوا برا البيت، غيروا جو، اعملوا شيء ثاني. يعني التباعد الاجتماعي حافظوا عليه، بس برضه ما تنحبسوش في البيت، ما في داعي. في اشياء كثير حلوه تعملوها، فعلا انا بشجعكم تعملوها. زي ما قلنا احنا صح بنقترح جاردنينج انه الزراعه لانه على وجه الصيف هلا داخلين، بس في الف شغله ثانيه ممكن تعملوها. لو بطلع بمشي انا واولادي بنعملها عادي، كل يوم بعد الغداء او بعد العشاء بنطلع بنمشي لنا نص ساعه، وشوفوا قديش رح تاثر على حياتكم. والدكتور طبعا حكى لنا قديش موضوع الشمس انه كثير بيأثر على نفسيتنا. عندنا ست عزيزه بتقول لنا استغلال الطبيعه خاصه في كندا مهم جدا للنفسيه. بتفق معك ست عزيزه، لانه بتهيألي الوينتر تبعكم طويل، بعرفش دكتور اذا بتقدر تأكد لنا، مش هي كل المناطق، بس انا بعرف انه بردكم جدا قارس، فلما يدخل الصيف هي فرصه ننتشر، صح؟ صحيح صحيح صحيح. شوف يعني احنا يمكن ابرد، اكيد احنا ذا نورث، ذا ترو نورث. الفتره بتمر علينا في البرد طويله شويه في كندا، قاسيه، لكن الحمد لله تعوض بصيف جميل وطبيعه جميله. الحمد لله في طبيعه جميله وبنستغلها احنا سواء الربيع او الخريف او الصيف. أتوقع إنه هاي الثلاث فصول ممكن نستغلها بطريقة إيجابية، حتى لو طلعنا مشينا مع العائلة استنشقنا الهواء الطيب النظيف. الحلو في المدن الكندية، ما بعرف كيف في أمريكا كتير، بس المدن الكندية فيها كتير بيج باركس، يعني حدائق فعلا كبيرة، بتشعر حالك إنك خارج المدينة، حتى تبعد عن الضوضاء تبعت المدينة. هذه أكيد بتفيد كتير. يا ده علمك، انا يعني جدا مؤمنه بعلم الطاقه على فكره.
الطاقة المنبعثة من الشجر اللي بتدخل على جسم الإنسان بتنقيه تقريبا، يعني هاي الذبذبات اللي بتبقى كتيرة حوالينا هي اللي بتزعجنا، الشجر بيجي بنقيه تماما. فيعني هو أفضل مكان وأنت زعلان أو أنت نفسيتك مش منيحة أو مش حاسس بالسعادة، إذا عينين أولادك ما بتلمع إنهم مبسوطين، خذهم على مكان فيه شجر وقعد لك فيهم 3 4 ساعات، اقعدوا كلكم كعائلة وشوفوا قديش التأثير النفسي فعلا عليكم راح يكون جيد جدا. إذا حكينا على الموضوع من ناحية وقاية، حكينا على الموضوع من ناحية نفسية، وقديش بنقدر نستفيد من هاي الفترة مشان هي بدل ما هي تكون عبء عشان تكون آست إلنا ونقدر نستفيد منها. الموضوع المادي برضو بيأثر على على الحالة النفسية لكل شخص. فإحنا قلنا في أمريكا وكندا، إحنا هذا صوت العرب، يعني كنار صوت العرب من كندا، ولكن قد يكون حدا بيسمعنا في الوطن العربي. بعرفش، أنا لدي إيمان دائما إنه الدنيا ما بتسكر أبوابها مرة واحدة، ما بتسكر، دائما في خير، دائما في عمل خير. أنا بحب إنه تاخذوا الابروتش انه اذا في حاجه، في ناس كثير على فكره بيدخلوا على الفيسبوك بيقولوا اذا في هاي المنطقه في عائلات، هون في امريكا كثير صار انه اذا في عائلات مسلمه مثلا في نيويورك، مع انه انا بحب انه اذا بدي اساعد اساعد اي حدا بايدي يعني، فاذا بيكون في عائلات مسلمه موجودة في أي مثلا في هذا المكان بدنا نساعدهم، في ناس بدها تساعد وفي ناس كتير بحاجة ومش لاقيين حدا يمدهم بيد، يعني يمد لهم يد المساعدة لأنه ما حداش سامع صوتكم. أوكي، يعني الوضع صعب، في ناس خسرت مصدر الرزق تبعها، مش غلط، لعلمكم أنجح ناس في العالم في لحظة معينة من حياتهم احتاجوا مساعدة. لعلمكم توني روبنز اللي عنده 11 شركة بيعملوا بروفيت، أنا بتهيأ لي 11 مليار الثروة اللي كونها، في لحظات معينة لما كان عند أهله كانت الكنيسة تفوت عليهم وتجيب لهم أكل. فموضوع الموضوع الأزمة المالية إلها حلول، مليان ناس حابة تساعد. بعرفش أنا دور العبادة من كنائس من مساجد، حتى السينيجاج على فكرة عندنا هون معطين أراضي كتير للاجئين يزرعوها ويأكلوا منها، يعني هون هاي المنطقة تقريبا قليل ما تمر من بيوت ما تلاقيش الناس بتزرع هون بويزي آيداهو، هي هم الناس هيك يعني طبيعتهم جرين وكذا. فبرضه يعني في فرص، دوروا على هاي الفرص مشان ما يكون بدناش نحط المشكلة ونقعد قدامها، بدنا نشوف الحلول إلها، وفي حلول يا جماعة مليان ناس. فأنا بقولكم إذا في حدا بحاجة reach out to someone، لجمعية خيرية، للمسجد، للكنيسة اللي جنبك، أنا معك. أوكي، رجعنا للدكتور جمال. أنا معك في هاي ما سامعينك. فإذا هذا هو، توقفوش عند المشكلة. نعم ممكن تكون، انا بقول لك كونش رح نكون في قمه سعادتنا حاليا واحنا في قاعدين يعني في الكوفيد 19 بيغزو العالم من هون ومن هون، مش رح نكون في قمه سعادتنا، ولكن ممكن نحافظ على وضعنا النفسي بحيث انه ما يكونش مأثر على الناس اللي حوالينا سلبيين، وبرضه ما نطلعش من هاي المرحله ب مشكلة طويلة الأمد، لا مشكلة نفسية ولا مشكلة من أي نوع آخر. عندي المنتور تبعتي حكيت معها قبل يومين وحكت لي، شوف ذكرتني بمقولة لستي الله يرحمها، بتقول لي اللي بده يطلع من هاي المرحلة نفسيته سليمة وجسمه إن شاء الله سليم، وأنتوا أكثرنا الحمد لله كلياتنا بهاي الحال، بتقول لي gonna be all happy، راح نكون، بتقول لي هاي مث قديم، تخيل هم أمريكان وإحنا مث عنا بالعرب، المث يعني مقولة أو إشي مجهول بعرفش بالضبط بالعربي، بس بتقول لي في مث بيقول إنه إذا بتطلع من هاي المرحلة ونفسيتك سليمة أو عقلك سليم وأنت سليم، ما صارش يعني ما أصبت بهالمرض لا قدر الله والواحد مات، راح يعيش سعيد. فأنا بتهيألي خلينا هيك نضل متفائلين، نتأمل بإشي حلو جاي عنا. أنا هاي المقولة زي ما بقولكم ذكرتني بإشي ستي الله يرحمها كانت تقول، بقت تقول لما يمر أزمات كبيرة اللي بعيش وراهم بعيش سعيد، وإمي
الله يشفيها برضه، كانت تردد لنا هاي المقولة إنه اللي بعيش بعد الحروب الكبيرة واللي بعيش بعد الأزمات الكبيرة رايح يعيش إنسان سعيد. فأتمنى لكم أنتم برضه تعيشوا سعداء، حطوها في بالكم إنه اللي جاي أفضل، واللي جاي بعد هيك راح يكون إن شاء الله أسهل. و this is not it، يعني إمتى الإنسان بشعر بالإحباط وبشعر بالحزن؟ لما يحس إنه هذا هو خلص، يعني إنه هاي المشكلة وأنا قاعد معاها وما فيش إشي براني، هون وقتها بشعر بالإحباط لأنه مش شايفين الخير لقدام، مش شايفين النور اللي في، زي بيقولوا النور في نهاية التانل، at the end of the tunnel. اوكي مش شايفينه. فأنا بقول لا، إنه خلينا نأمل، حتى لو نستخدم هاي المقولة القديمة اللي عمرها مئات السنين، احنا نقول لا لقدام رايحين نقدر يكون قدامنا شغلات جيده. شو بدكم اشياء؟ بدي اعطيكم تمارين تعملوها ممكن تساعدكم في هذا الوقت. بدي اعتذر انا بالنسبه، اعتذر لكم على الاستاذ جمال، شكلك مرهق جدا جمال، يعطيك الف الف عافيه. انا معك، انا اي لوك ات يو، اي بتابع البرامج اللي بتشوفها اون اند اوف، فبستغرب قديش يعني how many hours you do، بس you look very happy about what you're doing، وهذا هو أجمل شيء. It's الطاقة اللي بتعطيها وتستفيدي منها. Yes. بالضبط، عن جد يعني بتحس إنه الإنسان سعيد بيعمل هذا الإشي. إذا بدنا نعمل شوية تمارين، بجيبوا ورقة أو قلم، ممكن اللي بسمعوا التسجيل later on أو بنعملها هلأ. خلينا نشوف شو التمارين اللي بدنا نعملها. أول تمرين بدي أقولكم يا، بدنا نكتب 5 جمل تحفيزية. هاي الجمل بتساعدنا على إنه نشوف النور اللي بجاي بعد هاي الفترة. أوكي، في جملة أمريكية بتقول لك this hard time will pass، يعني هذا الوقت الصعب سيمر. يعني أنا بعطي حالي أمل. 5 جمل بسموها توكيدية إنه تساعدنا عشان نطلع من هذا الوقت. فأنا شو بقول؟ إنه هذا الوقت الصعب سيمر. اكتبها، الكتابة تخاطب العقل الباطن بشكل يعني مش زي أي شيء آخر، مش الطباعة على الكيبورد، الكتابة. الوقت هذا سيمر، حتى هاي المشكلة وحتى هاي القصة ستمر. هاي جملة رقم 1. إن بعد العسر يسر. إن بقى أجمل إشي في الدنيا. تعرف قديش بقرأ كتب هون أنا أمريكية؟ مرات كثيرة لما أفكر الكتاب بتذكر آية. زي Think and Grow Rich، هذا الكتاب أنا بعد ما قريته وسكرته قلت أنا يعني ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لو إحنا صحيح. نشرحها لهاي الآية، بنشرحها بكتاب، لأنه هو الكاتب صدقا شرحها تقريبا بكتاب كامل. فإن مع العسر يسر، ذكر حالك بآية هاي، فتأملوا الأفضل يكون جاي. اعملوا 5 جمل توكيدية، مش ضروري الجمل أنا بعملها، الجمل أنا بعملها بتكون خاصة فيها طريقة تفكيري. أوكي، مثلا أنا شو بقول؟ This hard time is gonna pass. الجملة الثانية، أنا ممكن أشوف حالي تعبان شوي، بكتبها إني أنا أرى الأمل في نهاية هذا الطريق. أوكي، أنا أسعى للتغيير ولتغيير حياتي للأفضل. أنا سأستغل هذه الفترة لعمل شيء جديد. أنا، كلمة أنا بتنبه إشي في العقل الباطن وبتخليك تعمل إشي جديد. أنا أشعر بالسعادة والاسترخاء برغم كل ما يحصل. تحكي مع حالك، بتخاطب نفسك. 5 جمل توكيدية بتقدر تعملهم بالطريقة اللي أنت بتعجبك. تمرين رقم 2، شو ممكن نعمل؟ أكثر إشي زي ما قلنا سيطر علينا في هاي الفترة، وأنا واحدة منكم على فكرة، أولها أنا I panicked، لأنه أنا جوزي وبأخذ معه أولادي الاثنين لأنهم قعدوا من الجامعة وصاروا يروحوا على الشركة، فصابني نوع من الخوف. فعلا هذا التمرين بيشتغل تماما. أول إشي بدي إياكم تحطوا سطر فوقاني إني أنا قاعد بكتب هاي المخاوف مشان إحنا ما نزيدها ونعززها للمخاوف. إحنا دائما إحنا بنشتغل في الإشي الإيجابي. بدك تحط إنه أنا نيتي من كتابة هاي المخاوف هي إني أتخلص منها. Already the intention حطيناه قوي، foundation. بعدين بدنا نمسك الصفحة، خليني أورجيكم، وبنخلي الجزء الأولاني من السطر فاضي، وبعدين بكتب هون لدي. بس لو تحركيها على اليمين شوية لأنه طالعة من يس. فإحنا تركنا أول جزء من السطر فاضي وبلشت تقريبا من ربع السطر وكتبت الخوف. إحنا مش قلنا بدنا نكتب مخاوفنا، الخوف من المرض.
تركت هون فاضي، كله هذا بدكم تتركوه، كل واحدة من المخاوف اللي عندكم اكتبوها على سطر. للعلم هذا مش بس لكوفيد، لأي إشي إحنا قاعدين بنتعرض له من مخاوف بتضل تيجي على راسنا نقدر نعملها. بعدين خليني أشوف بس اللمعة. بعدين الخوف من إحنا قلنا من المرض، الخوف من فقدان العمل، الخوف من فقدان عزيز لا قدر الله، الخوف من الحاجة لإنسان آخر، الخوف من إنه ممكن الفلوس تران أوت. كل سطر حطيناه لحاله وإحنا كنا تاركينه على اليمين فاضي، وفي أول سطر كتبنا إنه أنا قاعد بكتب هاي المخاوف عشان أتخلص منها، ضروري جدا النية وكتابتها عشان نقدر شو بدنا نعمل في هاي الورقة. رقم اثنين، بعد ما خلصنا اسمحوا لحالكم انه تكتبوا كل هالمخاوف، خايف يروح علي الشغل، خايف اني ما ارجعش اعمل شغل كمان مرة، الناس تسكرت شغلها مؤقتا، انا خايف ارجع افتح وما يبقاش يرجعش يشد زي اول، اوكي؟ خايف نفسيتي تخرب، خايف علاقتي مع اسرتي كلياتها تتدمر والاولاد ما يتقبلوني كمان شوي، لانه في ناس قاعدة بتعصب وفعلا اولادها متغلبين معاها. حطينا كل هاي المخاوف وتركنا نص السطر من هون فاضي. هلا مش احنا كتبنا حرفيا الخوف من المرض، بدك تكتب بدنا نكتب جنبها ليس لدي، وبدي اقراها بصوت عالي، اوكي؟ فبدي اقول ليس لدي الخوف من المرض، او انا مش خوف ما، او انا ما عندي خوف من المرض. حلو. يعني اكتبها بالطريقه اللي بتعجبك. تفضل دكتور. حلو حلو. يعني انت عكست التمرين هذا بيشغل. بيشتغل مع الكل. فأنت بدك تقول أنا مش خايف من المرض، أنا مش، أو أنا بلاش نقول الخوف، أكتب خايف من المرض، خايف أترك الشغل، خايف على أسرتي، خايف خايف خايف. بعدين بدك تيجي تقول أنا، كلمة أنا بتعمل إشي رهيب مع الدماغ. فأنا بكتب أنا خايف من الكذا، أنا مش خايف من المرض، أنا مش خايف أخسر شغلي، أنا مش خايف شو بصير في البلد، أنا مش خايف عمري ما أشوف أهلي كمان مرة، وكذا. هلا خلصتهم كلياتهم، بنقيم الورقة، وأنا جدياً بعملها كل ما أشوف سيطر علي القلق أو الخوف، بمزع الورقة وبطلع برا في أماكن آمنة أو في السينك تبعت هذا وبحرقها، بحرقها بقيمها من وجهي نهائيا نفسياً، وببقى أطلع على الأسطر هي بتنحرق هيك فوق، وطريقة فعلاً فعلاً فعلاً. هلأ لما نفسياً أنت تشوف كل هاي المخاوف انحرقت وكأنها لم تكن، بدك ترجع كمان على ورقة تانية. شوفوا الإنسان السعداء هذول مش سعداء لأنهم قليلين حيلة أو لأنهم أوكي شو هالتمرين. تمارين النفسية اللي علمكم بسيطة جدا، تأثيرها كبير جدا. فأنت كتبت هاي الورقة، حرقناها، رجعنا مسكنا ورقة تانية، أوكي الله بعينكم، خلينا نكتب كمان واحدة. برجع أكتب أشياء مناقضة لكل هاي المخاوف، أشعر بالأمن والإطمئنان بأن صحتي بجيدة وأن هذا المرض لن يصيبني. ترفع معنويات حالك أساساً وبتقوي ثقتك ومناعتك حتى. أنا أشعر بالأمان حتى وإن فقدت عملي، فإني سأجد شيء أفضل. أنا سأستغل هذه الفترة مثلاً لتحسين علاقتي، مش إحنا كان عندنا خوف إنه علاقتي بولادي ومرتي بدها تخرب. فأنا كل سطر كتبته قبل لازم بحاول أتذكره، إني أنا سأستغل هذه الفترة لتحسين علاقاتي الأسرية. أشعر إنه هذه، أشعر حتى إنه بلاش بالمستقبل، أشعر إنه هذه الفترة ستزداد العائلة ترابطاً وقرباً. كتبنا ورقة كاملة حتى أكتب، يعني لما أقعد أكتب أنا ناوي أكتب 10 أسطر، 10 بطلع معي 20-30 سطر. برأيك هذا بيشتغل الدكتور؟ ممكن تجربه ولا لا؟ ممكن، أكيد لازم، أنا حجربه. وأنا متفق معك إنه الخوف يأتي من الداخل. حتى في بعض الآيات في القرآن بتعرف إنه بتربط الخوف بالشيطان، يعني عدم الإيمان بالله أو بالرب أو بإنه في خير جاي بيؤدي إلى الوسوسة زي ما بيحكوا. يعني الوسوسة في العقل مشكلة، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. شوفي كيف يعني التخويف بيجي، يعني الله سبحانه وتعالى دائما بيحكي لنا انه نكون احنا نشطاء، نكون واقعيين.
دكتورة ربا هون بتحكي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأنا فعلا أتوقع اللي أنت بديتي فيه اليوم وحكيتي عنه عن موضوع الكوفيد، ناس كتير يمكن ما شافت الحسنات اللي صارت في الفترة هاي. الحسنات كتيرة ترى، الناس اللي فعلا أذكياء وشغلت مخها واستغلت الفترة طلعت بنتائج. في الأستاذ محمد كان كاتب تعليق رائع: كنت قبل أيام كتبت بوست وأود أن أشارككم إياه. بالبوست بيحكي: ستنقضي كل هذه الأيام ولن يبقى منها إلا ما اغتنمنا فيها من فرصة، سيخرج الكثيرون منها كما دخلوا، وسيخرج الكثيرون منها بخسارة كبيرة، ولكن هناك مجموعة سيشار إليهم بالبنان، للناس راح تقول يا ريتني سويت زيه، أولئك هم الذين سيخرجون منها فائزون رابحون، أولئك هم الذين يصنعون النجاح مع ضيق العيش ويفجرون الأمل من قمة الألم، أولئك هم السعداء حقا. يعني كل الاحترام. I think إنه فعلا اللي بنظر للمحن إنها تجارب، وزي ما بيحكوا وضع على المحك عشان يطلع بشيء أفضل، أتوقع هدول الإيجابيين، هدول اللي فعلا سعيدين. حتى في فشله، لما يفشل الإنسان بيكون سعيد لأنه اكتشف طريقة طريقة للفشل. يعني الفشل ليس عيب، الفشل أو السقوط ليس عيب، العيب إنك تفقد الأمل، تضل واقع، إنك تضلك واقع، أو تقول خلاص ما أنا زي غيري. لا، مش زيك زي غيرك، غيرك عم بفكر الآن وعم بسوي، ولو هذا 1%، ليش ما نشوف هو ال بيحكوا الايدول تبعنا أو الإنسان اللي بنطلع عليه. يعني في قصة لجاك ما، بعرفش إذا سمعتي فيه، هذا الرئيس التنفيذي لعلي بابا، مؤسسة علي بابا من أكبر الشركات الآن في العالم. جاك ما فاشل، هو بيحكي عن حاله بقول أنا فاشل، قدم 29 واحد لوظيفة منظف بكنسو في كنتاكي، أخذوا 28 وهو الوحيد اللي رفضوه، فقرر أنه يشتري كنتاكي، وهلأ عنده أعتقد 46% من أسهم كنتاكي. شوفي، في هذاك الوقت كان بده كالناس يشتغل، كان بده يبدأ في موضوع علي بابا، راح على أصحابه قاعد يقنع فيهم يعطوه $5,000 بس عشان يسوي الويب سايت، ما حدا مقتنع فيه، ما حدا مصدقه، لكن هو ما فقد الأمل في حاله، ما قال لك الناس مش مصدقاني، طب ما أنا معناها فاشل. وبقول لك قدم الآيلس مش عارف 40 مرة عشان يحصل على الفيزا الأمريكية، وكل مرة ما يجيب العلامة، وحاول يقدم على هارفر، وهلأ صار هو هوست بيستضيفوه في هارفر يحكي عن 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 نجاحاته. طبعا الإنسان شوف، الإنسان يصنع نفسه، وأنا دائما بحكي yesterday is better than today and today is better than tomorrow. لا تحكي، احنا حكينا في حلقة التسويف المرة الماضية، وللأسف هذه بتكون دائما موجودة، كل شايف في مشكلة راح تصير، ما حد مقتنع، أوكي، ما حد محضر. لما تقع المشكلة اللي محضر هو اللي بينجي. الله سبحانه وتعالى في القرآن لما نادى لسيدنا نوح إنه حضر السفينة، حضر السفينة، الناس تضحك عليه تقول له كيف بتحضر السفينة، هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، احنا بصحراء ما في مي، لما اجى الطوفان هو اللي نجا لانه عمل preparation. لو الله سبحانه وتعالى بده ينجي كان سحبه هو والمؤمنين ورفعهم وحطهم على راس جبل ونجوا، لكن ربنا بده ايانا احنا نعمل للمستقبل، ننظر بنظره غير الناس الثانيه، لازم ننظر بنظره حقيقيه للمستقبل. وموضوع الكورونا فيروس والكوفيد 19 it's a good time to start، واللي ما استخدم وقته امبارح ما يندم. I think today is the time، وإذا اليوم ما قدر يبدأ بكرة. التمارين اللي أعطيتيها رائعة جدا، why we can't use it،
يلا نشتغل مع يلا. بعض. أي حدا بحس نفسيته متأزمة، هو شوف أكتر مشاكلنا خوف قلق ومفيش أمل. يعني إذا قدرتوا تتخلصوا من هاي العقبات، وإحنا طبعا الحلقة القادمة زي ما قلت لكم رح نحكي عن المعوقات الفكرية، أوكي؟ هاي مهمة جدا. بدون ما تعرف شو اللي موقف في قدامك، على فكرة ما في إنسان على وجه الأرض بيقدر يوقف قدامك، أنت الوحيد اللي بتقدر توقف قدام حالك. هذا اللي بدنا نحكي عنه، شو هي العقبات الفكرية، كيف بتتكون، كيف بنتخلص منها، وبرضه بدنا نعطي تمارين على هذا الأمر. بس الدكتور جمال يعني بيوتيفول، الأستاذ محمد اللي كتبه يعني رائع جدا، فعلا يستحق إنه ينتشر. هذا اللي بنحكي فيه، مش أنتوا مش في حالة إنه محصورين، اكسروا هالشل اللي حواليكم وتطلعوا على الفرص، تطلعوش على الاشي اللي ضايع. مذينة مثنى I think مثنى مثنى اسمه. I'm sorry مثنى، أنصح بمتابعة عدة خيارات. الموسيقى الموسيقى الهادئة، هذا أنا دائما يعني بعطيها، دائما ببعثها لأي حدا بيشتغل معي، أنا معك. الموسيقى تؤثر جدا جدا على عمل الدماغ. قراءة كتاب أحسن، تصليح شيء في البيت، مشاهدة مقاطع تلفزيون لرقص فني على الجليد أو عمل لتثبيت البرامج، تصميم دور أزياء، دور أو أزياء، أخذ تدريب أونلاين عبر منصات جامعية أو مؤسساتية كبيرة، يعني أفكار بتثقل بالذهب الحقيقة. قضاء وقت طيب بلعب أو سرد روايات طفولية، ازرع سعادتك في حديقة، اعمل شيء ما. رائع رائع أستاذ مثنى، يعني أجمل من هيك ما فيش. الحقيقة النصائح كثيرة، الأشياء الموجودة، ولكن في لازم يكون قدام في داخلك شيء بيقول لك إنه الحياة لازم تطلع، لازم في إشي أحسن، بس بدك تبذل جهد. هلا هاي المشكله اللي دائما انا شوي بلاقيها عنا، مشكله الدعاء لما الله بفرجها، الله بفرج، الله بفرجها، هذا صح، والنعمه بالله الف مره. بدون الايمان ولا بتقدر تتحرك خطوه، هو الايمان بالله اللي بيحركنا. ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك وقل اعملوا، ما بدك تعمل، ما اذا ربنا بده يساعدني بده يعطيني القوه اساعد صحيح نفسي. هو صحيح رب العالمين أكثر إشي ممكن يعطيك إياه هو أن تؤمن بنفسك إنه في إشي أفضل لك. ست روبا بتقولنا أديسون لما سألوه عن فشله مرات عديدة قبل الوصول لاكتشاف الضوء الكهربائي، قال أنا لم أفشل ولكن اكتشفت عدة طرق كيف الضوء لا يعمل. 100% It's so صحيح beautiful. لا ست روبا بحب أقول لك، فيش حدا نجح قبل ما يكون وقع وتعثر عدة مرات. وانا اقول لك انا واحده من الناس اللي بشكر الله سبحانه وتعالى على كل مره وقعت فيها، لانه خلتني ادفشتني انه يعني وجعتني كثير لدرجه اني اقوم وادور على شغل. الريم بتقول رائعه كوتش ريم، افكارك عمليه جدا، راح اطبقها الان. وهل برايك يمكن تمزيق الورقه اللي بنكتب عليها مخاوفنا بدل الحق؟ ممكن تمزقيها بدل حرقها ريم، ابسوليوتلي. التمرين جدا ناجع. شوفوا، في احد مدراء احد اكبر الشركات في امريكا كان يدخل يعرض إشي، يعني زي كيف كينيدي لما راح على ناسا وقال لهم بدنا نطلع بدنا نطلع على القمر. ارمسترونج وقتها قال لم يكن لدي ادنى فكره كيف بدنا نطلع على القمر، بس قالوا له يس وي كان. اوكي، وهذا الرئيس الشركه كان يفوت بفكره كتير او رقم خيالي بده يعمله في الشركه ويقول لهم هل ممكن تحقيق هاي الفكره؟ كان يقولوا له مستحيل، فيقول لهم حطوا كل واحد ورقه وقلم عشان اورجيكم قديش هاي الشغله بتساعد الدماغ. اكتب هاي الفكره مستحيله التطبيق، يكتب ويطلعهم على حديقه الشركه ويدفنوها. اوكي يس، انه هاي المشكله ما الها حل، يقول لهم ادفنوها، يدفنوها ويدخلوا جوا يقول لهم هلا فايند ذا سوليوشن، فيش قدامكم حل. اسمع، كل مره بنحط في قرنه وبنقول ما في حل الا ان نطلع منها، بنطلع منها. لا يمكن، صحيح انا ايمان كامل لدي انه الله سبحانه وتعالى عمره ما بيسكر كل الابواب، هو بيسكر علينا بعض الابواب عشان نضطر نشوف الباب الصح اللي ننفذ منه. خليني اقول لكم مثال مني انا. مره اشتغلت مع سيتي بانك، هلا بقيت ميته، انا مفكره انه انا بحب اشتغل من الثمانيه للتسعه، بدي لاني كنت اشتغل زمان المساء وبدي اقعد مع اولادي في المساء والويكند. بيرفكت، اجاني يعني كانه ربنا بقى سامعني، وظفوني سيتي بانك وصار الدوام من الثمانيه الصبح للخمسه المساء. عمري بحياتي ما كنت مكتئبه زي هاي الفتره.
انا طلعت مش تبعت اني ادخل، وما بحب ما حبيتش التعاملات الماليه، عشان اقول لك عندي هلا محاسبه على اصغر شيء بودي لها الاغراض. اكتشفت انه this is not for me، ما قدرتش اتعامل مع الناس، يعني تصور اذا بدخل واحد مكسور ماليا والبنك بطلب منه يشتري برنامج مثلا يعرضوا عليه هيك، انا ما اقبل اعرض. هم ما حبونيش بالمره وانا ما حبيتش هذا الشغل، فاتليست هذا اذا بدنا نسميه فشل، هو طبعا انا فشلت عندهم واضطريت اترك الشغل، وهاي الفتره كانت افضل فتره اشتغلت فيها وغيرت كل حياتي. لما طلعت من عندهم عرفت انه انا هذا النوع من العمل الرتيب اللي حدا يضل يقول لي شو اسوي ما بينفع معي، it's not for me. فاخذت فتره فرصه، اول شيء نفسيتي خربت، رجعت اي باونس باك، قريت عده كتب عشان انا ما بقيت بدي اخذ دواء، فاخذت كتب، قويت حالي، استخدمت هاي المعلومات to go to next step. وانا من اول ما جيت امريكا اسست عده اعمال فكره مش مره، وكنت شجاعه جدا، يعني بقول انا بحترم حالي لهالشغله، وكنت مرات البزنس يكون بعمل فلوس بس انا ابيعه لانه it's not for me، دائما بقيت ادور على شيء لي. فانا حاليا في الشيء، يعني عرفت كيف يبقى بايدك قطعه بازل وتضل تحرك فيها لما تيجي محلها بالضبط، هذا اللي صار معي في هذا الشغل. فانا كل الاشياء اللي يا فشلت فيها يا اما قررت اوقفها وهي برضه ناجحه كانت عشان اني اوصل للي انا فيه هلا، واكون سبب في انه الاف من الناس يكونوا صاروا ان شاء الله غيروا حياتهم. إن شاء الله إن شاء الله. محمد ريم، اذا بتحبي يوم طب شو نحكي عن الدعاء، عن قوة الدعاء في التغيير النفسي لخلق الدافع داخل داخلي لتغيير الحال والواقع، انا بكون اكثر من سعيده طبعا. وتكون معانا التغيير الدافع داخلي لتغيير الحال، اقول لك ليش. قوه الدعاء قوه كبيره، اذا الانسان ما حس بانه الخالق وراه وهذه القوه اللي يعني احنا صعب نتخيلها وراك، انا بتهيألي بينتهي الامل في الحياه. ومشان هيك صحيح. حرام فينا، انا بتهيألي بينتحروا، لانه هي مش من انهم بيؤمنوش، هو يعني نفسيا ما قدروش يوصلوا لهي المرحله. بغض النظر عن الدين، على فكرة أنا تعاملت مع صحيح. كل الأديان، أنا كنت عضو مجلس إدارة للإنترفيث ألاينس هون في أيداهو، وسافرت معهم على مؤتمرات على مؤتمر في دنفر. أوكي، كل الأديان نفس الشيء، نعتمد على هاي القوة، ولكن متى نستفيد من هاي القوة ومتى نركن. إني أنا دعيت لربي، طيب إيش يعني الفرصة بدها تيجي مثلا طايرة من السماء، أو هل سينزل وحي بدي يقولنا، ولا هذا الدعاء أعطاني قوة داخلية إني أنا مسنود، خليني أخذ خطوة. صحيح. هذا وقتها أنا بتهيألي بتدعموا حالكم وبتطلعوا منها. مثنى بقول أثبت كورونا أن الكلمة العليا للعلم والعمل، أحسنت، وغير ذلك ليتقدم للمواجهة. لا مش رح نواجهك أستاذ مثنى، أفكارك رائعة جميلة جدا وأنا معك. كورونا بتضرب في العالم مش لحالك، فالناس اللي عايشين هلا برضه عقدة اني انا مسكين ويا حسرتي، والناس اللي بتحكي معها وابصر بدوش يصير ولا اشي. اذا قلنا عمر ان شاء الله بنكمل، انا بطلعش بدون كمامة، بغسل ايدي 20 ثانية بس اروح، بعمل كل هاي الاشياء، ولكن حياتي ما توقفت، واتمنى انه حياتكم ما تتوقف. آمين. زي ما قلنا اللي اعمالهم خلصت خربت قعدتوا، اذا مش مضطر تقعد بليز بلش في العمل. العمل هي الحياة، الحياة بتهيألي أنا هي العمل العطاء، إنك تستمر. اعملوا إشي، شوفوا شو نفسكم كنتوا تعملوا، لأنه بقاش في ضيق وقت، هلأ فتح الوقت اعملوه، تقدموا، اعملوا أي إشي. whatever you do، على فكرة مارتن لوثر كينج حكى إذا مش قادر تركض امشي، إذا مش قادر تمشي ازحف، اعملوا أي إشي، المهم ما تضلوش من نفس الإشي. على فكرة أسرار من متابعيني لمدة طويلة، والست أسرار بتقولنا أنا واحدة من الناس إني أؤمن إنه الكورونا كانت نعمة أكثر من إنها نقمة. شكرا يا أسرار، لأنه أسرار جدا إيجابية في تفكيرها. هو على فكرة مش إنه إحنا تفكيرنا إيجابي يعني إحنا وو لاند منكيف مكيفين، لا، إحنا قاعدين بنشوف شو الفرص وشو المتاح بنعمله. فأسرار أنا متأكدة إنها استفادت من هاي، لأنها إنسانة مجتهدة، سيدة أعمال ناجحة فلسطينية هون في أمريكا، أنا شخصيا بفتخر فيها جدا جدا. وكانت بناس يعني تعرفت عليها من أول ما بديت مشواري في طريقك للسعادة، وكانت هي من الناس اللي هيك خلوني أشعر جدا بالفخر، وإنه لا في شغل يعني راح يفيدنا إذا بنستمر فيه. فهذا هو بالنسبة لليوم،
بالنسبه لكوفيد 19. اللي بتابعنا يحضر حاله، الحلقه الجايه رح قد تكون فعلا سبب في تغيير حياتك، لانه اذا ما عرفت شو الافكار المحده، شو يعني هي افكار محده، كيف تطلعها، كيف تكتشفها في نفسك، وكيف تتخلص منها. تابعونا الجمعه الجاي، وانا كثير سعيده اني اكون معكم. جمال، دكتور جمال، يعني بقدرش اشكرك كفايه، اغنيت الحلقه كالعاده. شكرا لك، واتمنى انك هيك صح لك تنام لك 12 ساعه هلا. ان شاء الله ان شاء الله. بذكركم بحلقه المساء الساعه 9 بعد شويه، عندنا حلقه مع ضيفين، عامر زاهر والاستاذه غاده، الفنانه غاده درباس. كونوا معنا، حتكون حلقه مميزه. عامر معروف جدا، كوميديان رائع، وغاده يعني صوت لا يعلى عليه، فإن شاء الله بتنبسطوا في الحلقة في المقهى. كونوا معنا وإن شاء الله نشوفكم. تصبحوا على خير. أنا الحقيقة إلي أسبوع بستنى بهاي الحلقة، فمعاك جمال ولا يهمك. يلا أهلا وسهلا فيكي إن شاء الله. All right. يلا سلام.